السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستكمل الشرح والتعليق على كتاب أو منظومة السبل المرعية في السياسة الشرعية. وكنا قد تكلمنا على المبادئ، ذكر المبادئ التي تتعلق بعلم السياسة الشرعية، المبادئ العشرة، وأنهاها. ثم تكلم عن تعريف الإمامة وبعض أسمائها، الإمامة والإمارة والخلافة ونحو ذلك، وذكر بعض الأدلة الدالة على وجوبها. قال: يأمركم، دلت على وجوبها، وهي المقصود آية النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كذلك ذكر أو أشار إلى بعض الأحاديث الدالة أيضا على وجوب الإمامة والإمارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وكنا قد علقنا على هذا الأمر وذكرنا بعض الإشارات المتعلقة به. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وكنا قلنا أن هذا كله متعلق بالاستطاعة والقدرة، وأن كل الواجبات أيضا هي يعني تحت القدرة والاستطاعة، كما قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالأمر كله يخضع لاستطاعة الإنسان وقدرته، وإلى تحقق أيضا هذه الحقيقة الشرعية. فإذا وجدت الحقيقة الشرعية للإمامة في شخص ما، وأجمع عليه المسلمون أو جمهور المسلمين وقالوا بإمامته ودانوا له بالإمامة والولاية، فوجب على كل مسلم أن يعني يبايعه، ولا يجوز له الخروج عليه ولا نزع يدا من طاعة. فإذا وجدت هذه الأحكام أو هذه الحقيقة الشرعية تعلقت بها هذه الأحكام. وذكر أن الإجماع حصل من أهل السنة والجماعة على وجوب تنصيب الإمام، وأجمعوا على وجوب نصبه لكون دين لم يقم إلا به، فلا يتحقق الدين ولا يقوم إلا به. ولذلك تحقق الإجماع من أهل السنة على ذلك، ولم يخالف في تنصيب الإمام أو الحاكم أو أيا كان اسمه، يعني لم يخالف في وجوب تنصيبه إلا يعني جماعة من المبتدعة. نعم. ثم ذكر فصلا في شروط من تتحقق فيه هذه الحقيقة الشرعية، سواء كان يعني اسمه خليفة أو إماما أو أميرا للمؤمنين أو حاكم أو يعني رئيس أو زعيم أو سلطان أو ملك، يعني أيا كان الاسم. المهم أن هذه الحقيقة الشرعية كيف تتحقق، وما هي الشروط التي ينبغي ويجب توفرها في هذه الحقيقة الشرعية حتى توجد هذا الشخص الذي سيكون إماما للمسلمين أو حاكما عليهم. سواء قلنا أن هذا لابد أن يكون واحدا في أرجاء الأرض وأرجاء المعمورة تجتمع عليه الأمة، أمة المسلمين كلها، أو أننا قلنا بالتعدد، فيكون حتى لو كان حاكما لبلد مسلم أو ناحية من نواحي المسلمين أو نحو ذلك، يعني سواء على القول بالتعدد، تعدد الأئمة وتعدد الحكام، أو يعني بأن يكون كل واحد منهم له يعني ناحية مستقل بها، مستقل بحكمها. لأن أيضا إذا قلنا بالإمام الواحد، فسيكون هناك إمام واحد في مكان معين، وأيضا هناك حكام يعني يوليهم على النواحي وعلى الأمصار، لكن لأن حكمهم خاضع لحكمه وهم تحت حكمه، فيكون في النهاية الأمر راجع إلى حاكم واحد. أما إذا قلنا بالتعدد، فيكون كل واحد منهم له ناحية أو بلد أو مصر أو يعني ناحية من نواحي العالم يحكمها. فعلى هذا القول أو هذا القول، كيف، ما هو الحقيقة الشرعية، أو ما هي الشروط التي يجب توفرها في هذا الشخص حتى توجد هذه الحقيقة الشرعية ومعها الأحكام التي تتعلق بها؟ فذكر عشرة شروط لابد من توفرها في الشخص حتى يصح أو يصلح لهذه هذا المنصب أو هذه الولاية. طبعا هذه الشروط، وهذا يعني ينبغي للطالب أن ينتبه لهذا الأمر، بعض هذه الشروط هي شروط لصحة الابتداء، لصحة التولي. وهناك شروط، أو بعض هذه الشروط هي يعني شروط للصحة في الابتداء وفي الاستمرار. هناك شروط تكون شروطا للصحة، شروط صحة للابتداء، وأيضا هي شروط صحة للاستمرار. وهناك شروط تكون شروط صحة للابتداء لكنها لا تكون شروط للاستمرار، يعني ممكن أن يستمر وإن
اختلفت هذه الشروط، إن حصل لبعضها تخلف أو نحو ذلك ممكن أن يستمر معها، أو يحصل خلاف هل يستمر معها أو لا يستمر. لكن هناك شروط، هذه الشروط يعني تكون في الابتداء وأيضا هي في الاستمرار، بحيث أنها لو لم تتحقق في الابتداء لا يصح انعقاد هذه الإمامة والإمارة له. وإذا تخلفت أثناء حكمه إن خلع وانفسخ هذا العقد الشرعي له، فانتهى حكمه بذلك. أما هناك شروط هي لابد من توفرها في الابتداء حتى يصح هذه أو تصح هذه الإمامة، ويعني إذا يعني تخلفت هذه الشروط أثناء الحكم ممكن أن يستمر مع التخلف. فبعض هذه الشروط تكون شروط للصحة في الابتداء والاستمرار، وبعض هذه الشروط تكون شروط صحة في الابتداء لا في الاستمرار، وممكن أن يختلف فيها. يعني مسألة الاستمرار، يعني مثلا سيأتي مسألة الفسق مثلا، هل ينعزل بالفسق؟ يعني هل فالعدالة هنا هي شرط للابتداء، لكن هل هي شرط للاستمرار؟ فهل ينعزل بالفسق أو لا ينعزل؟ فهذا أمر فيه خلاف بين العلماء. فهو هنا عموما ذكر 10 شروط. أول شرط طبعا الإسلام، قال إسلامه بلوغه الحرية، وعقله ذكورة عدالة، والاجتهاد وكذا الكفاية، والقرشية كذا السلامة. هذه 10 شروط، وهي التي يعني أكثر الذين يكتبون في هذا العلم يعني يذكرون هذه العشرة، يذكرون هذه العشرة. بعض هذه العشرة مجمع عليه، بعض هذه العشرة قليل منها مختلف فيه بين أهل العلم، هل يلزم أو لا يلزم، أو هو شرط أو ليس بشرط. وكما ذكرنا أيضا بعضها شرط في الابتداء فقط لا في الاستمرار، وبعضها شرط في الابتداء والاستمرار. عموما فقال الإسلام هذا الشرط الأول، طبعا لأن احنا قلنا أن، وهذا سيأتي أيضا، أن من أهم وأولويات الواجبات الواجبة على الحاكم تجاه الرعية هي حفظ الدين هذه الأمة، وحراسة الدين، والقيام بأمر الدين، والقيام بالجهاد الشرعي، والقيام بجمع الزكاة، والقيام بتوزيعها بحيث يعني يوزعها على أصحابها بالعدل والإحسان وبما شرع الله عز وجل. ومن واجباته أن يطبق الشريعة، فهذا كله يعني كيف يناط بكافر مثلا؟ فبالتالي لا يصح، والله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا يتولى هذه المقامات الإسلامية أو الشرعية، لأن هذه مناصب شرعية، يعني هذه مناصب شرعية لا يتولها الكافر، بخلاف إذا كان المنصب يعني منصب غير شرعي، أو ممكن أن يولى كمثلا بعض، لو استعان مثلا المسلمون ببعض أهل الذمة في أماكن معينة مثلا يقومون عليها ممن هو على كفاءة منهم أو نحو ذلك في هذه الأماكن، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك يعني مانع شرعي. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نتكلم عن الولاية الشرعية الإسلامية وعن الإمام للمسلمين، لكن لا يمنع مثلا، وهذا ضربنا به مثلا في المرة أو الدرس الماضي، لا يمنع مثلا أن يكون حاكما يحكم بلدة ويعيش فيها بعض المسلمين، أو يدخلون إليها بعهد أمان ويعيشون فيها أو يستوطنونها، كما يحدث الآن في بلاد كثيرة بعد الانفتاح الذي حدث في العالم كبلاد أوروبا ونحو ذلك. طبعا هذا له تفرع في مسألة يعني أن يعيش المسلم بين ظهراني المشركين، والحديث الوارد في ذلك وبحث ذلك، هل هو يعني بحث المسألة من ناحية الفقهية سيدخل في هذا الباب، وسيدخل فيه أيضا ما يعني العوارض الطارئة على هذه الحياة بين المشركين، هل هو ممن يعني يستطيع أن يظهر شعائر دينه أو لا يستطيع، كل هذه مباحث، لكن لا نتكلم فيها الآن، نتكلم في مسألة إذا عاش الآن مسلم بين هذه الدول وبين هذه البلدان، فهل نقول له لأنه لم يتحقق عندك الحقيقة الشرعية للوالي الإمام في الإسلام، لأن هذا الكافر الذي يحكم هذه البلدة التي يعيش فيها المسلم هو لم يحقق هذه الشروط بالتأكيد، بل هو أصلا ليس مسلما، يعني أول شرط من هذه الشروط لم تتحقق. لكن ليس معنى هذا، هو طبعا ليس له عليه هذه البيعة الشرعية، هو ليس له عليه هذه البيعة الشرعية، فهو ليس ولي أمر له بالمعنى الشرعي هذا. لكن هل معنى هذا أنه لا يتابع القوانين والأحكام التي تجري في هذه البلدان بما لا يخالف عقيدته وشرعه؟
وأيضا بقدر استطاعته وإمكانه. لا، ليس معنى هذا أنه لا يتابع، بل يتابع ما تمشي عليه هذه البلدان، بل أصلا هو ممكن أن يكون مضطرا للعيش بين هذه الأماكن. يعني إذا ألجئ إلى الخروج من بلده ولم يجد له مكانا إلا هذه البلدان فهو مضطر. وحالات الاضطرار يعني يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، كما ذكرت وأشرت أكثر من مرة في النظم، نظم السعدي، قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، بل يسقط التحريم مع الاضطرار. فبالتالي هذا يعيش في هذه البلدان ويتابع أحكام هذه البلدان وقوانين هذه البلدان التي لا تخالف عقيدته وشرعه. طيب إذا خالفت ينظر أيضا في أمره، هل هو مضطر إلى أمر ما، أو أنه يستطيع وعنده السعة أن يخرج من هذه البلد، أو مستطيع أنه يخالفها بدون أن يحدث له أذى في نفسه وأهله. يعني ينظر أيضا في الأحوال والضرورات والأمور العارضة ونحو ذلك، هذا كله يدخل في هذا الباب. لكن الذي نتكلم عنه الآن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن دولة وبلد مسلم يحكم بالإسلام وهو تحت الحكم الإسلامي، فيتولى على المسلمين إماما لابد أن يتحقق فيه هذه الشروط. فهذا الذي له البيعة الشرعية، له الحقيقة الشرعية هذه التي تسمى بالبيعة الشرعية. أما العلاقة التي بين شخص مسلم يعيش في بلدة يحكمها شخص هي أصلا ليست بلدة مسلمة وليست بلدة إسلامية، فهذا عقد بينه وبينه، يحكم بينهم بعقد اجتماعي يسمى الدستور أو يسمى أيا كان. فهو يتابع ما يجري في هذه البلدة ويتابع الأحكام والقوانين الجارية ما لم يخالف عقيدته وما لم تخالف عقيدته وشرعه، وإذا خالفت ينظر في أحواله كما ذكرت آنفا. لكن الذي نتكلم فيه ليس هذا الباب، نتكلم في مسألة شرعية وحقيقة شرعية عينها الشرع وجعل لها شروطا وجعل لها أحكاما خاصة، وهي ما تعرف بالبيعة الشرعية لإمام من أئمة المسلمين، يتابع وينصر وله حقوق وعليه واجبات. هذا أمر يعني له خصوصية. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا السلف فسروا أولي الأمر منكم بالعلماء، ومنهم من فسرها بالحكام والرؤساء، وهم داخلون في ذلك، يعني كلا الفريقين يدخلان في ذلك. لكن طبعا لكل منهم مقامه الذي أقامه الله فيه، لكل منهم مقامه الذي أقامه الله فيه. فالعالم له مقامه وله ما خوله الله فيه من نشر العلم والنصح وتعريف الأحكام الإسلام والإفتاء ونحو ذلك والشورى، والحاكم له ما له من التنفيذات والأشياء التي جعلها الله عز وجل له، الرؤساء والحكام والأمراء والملوك. فهؤلاء جميعا من أولي الأمر الذين يعني يرجع إليهم المسلمون كما في الآية. فهنا الله عز وجل في الآية قال: منكم، وهذا دليل على أن يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما، لأنه منا، أي من ديننا ومن عقيدتنا ومن أمتنا، وأولي الأمر منكم. نعم. الشرط الثاني قال: إسلامه بلوغه. البلوغ طبعا شرط في التولي، شرط في التولي. طبعا الإسلام، عشان نمر أيضا على هذه الشروط شرطا شرطا ونقول ما هو الذي شرط في الابتداء وشرط في الاستمرار، الإسلام شرط في الابتداء وشرط في الاستمرار، وهذا بإجماع، وهذا بالإجماع. فإذا لم يكن مسلما لا تصح له هذه الولاية الشرعية، وإذا كفر أو ارتد أثناء حكمه أيضا انفسخ حكمه بمجرد ذلك. لكن مع الانتباه إلى أن هذا الحكم الشرعي هو الحكم بالردة أو الكفر هو مخول أيضا يعني يراجع لأهل العلم، فهم الذين يحكمون، لأن هذا حكم شرعي. الله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تكفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن الذي يتكلم في أحكام الشرع بغير علم سواء أصاب أو أخطأ فهو آثم، على كل حال فهو آثم. فبالتالي هذا حكم شرعي، بل أحكام الكفر والإيمان هي أعظم ويعني أكثر خطورة من أحكام التحليل والتحريم. فبالتالي الأمر في النهاية سيرجع في مسألة الأحكام الشرعية إلى العلماء، فهم الذين يحكمون بارتداده أو كفره أو نحو ذلك. بل الأحكام الكفر والإيمان كل هذه الأحكام ترجع في النهاية إلى العلماء. فهذا شرط في الابتداء وشرط في الاستمرار. البلوغ هو شرط في الابتداء، ويعني لا يعقل أن لا يكون شرطا في الاستمرار. يعني إذا تولى وهو بالغ
فهل ممكن أن يرجع مرة ثانية إلى ما قبل البلوغ، يعني يرجع بالعمر إلى الوراء؟ هذا لا يحدث، فبالتالي هذا لا يعقل، يعني هذا لا يعقل، فبالتالي سيكون بالغا ويظل بالغا. فهو هو شرط في الابتداء، شرط في صحة توليه، لأن أصلا الغير بالغ هذا لا يصح تصرفه في حد في حق نفسه، على تفصيل طبعا في الفقه ما هي يعني الصبي المميز مثلا، هل تصح تصرفاته او لا تصح، وما هو الاشياء، ما هي الاشياء التي يصح تصرفه فيها وما الاشياء التي لا يصح تصرفه فيها، يعني في مباحث متعلقه بهذا. لكن في الجمله الغير البالغ الله عز وجل حتى رفع عنه التكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يبلغ، والله عز وجل قال فان انتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني ربط الأمر بالبلوغ والاحتلام، ويعني جعل الوصايا عليهم تنتهي بالاحتلام مع الرشد. فإذا كان الذي يكون دون البلوغ عليه وصي في ماله، فكيف هو يكون وصيا على المسلمين جميعا في أموالهم ويعني وشؤونهم وأحوالهم وأموالهم وغير ذلك؟ لا يصح هذا. فبالتالي الإسلام هو شرط، أو عفوا البلوغ هو شرط في تولي الإمامة أو الخلافة أو الإمارة، لابد أن يكون بالغا. يعني ممكن نذكر هنا وممكن نذكر هذا في آخر الشروط، أن بعض العلماء يعني تكلم في مسألة البلوغ من ناحية يعني المصالح والمفاسد. هل ممكن مثلا إذا أوصى الإمام أو الخليفة أو الحاكم لابنه وهو لم يبلغ الحلم، أوصى له بالحكم من بعده، وكان سيترتب على ذلك يعني مفسدة عظيمة من إراقة الدماء ونحو ذلك، إذا يعني منع من التولي لأنه لا يصح توليه مع فقد هذا الشرط، فهل يتنازل عن مثل هذا الشرط أو يرتكب يعني أخف الضررين أو نحو ذلك حتى لا يراق دماء المسلمين؟ هذا يا إخوة نقول أنه راجع إلى أكثر هذه الشروط، ليس فقط لهذا الشرط، يعني نقول أنه راجع إلى أكثر هذه الشروط كمسألة طارئة، يعني كحكم طارئ، كما أننا قلنا أن المحرم يباح للضرورة وأن الواجب يسقط لعدم القدرة عليه، هذا أيضا نفس الشيء، الشروط أيضا لعدم القدرة عليه تسقط، وهذا موجود حتى في الشرائع والأحكام الفقهية. فأنت إذا كنت يعني لا تستطيع القيام في الصلاة فإنك تجلس ويسقط عنك هذا الركن، وإن لم تستطع الوضوء ولا التيمم تصلي على حالك ويسقط هذا الشرط الذي هو أعظم شروط الصلاة وهو الوضوء والتيمم، فهذا أمر واقع. إذا لكنها قضايا أعيان، يعني ينظر في هذه الأحوال من حيث العوارض التي تعرض عليها، أما نحن الآن نؤصل المسائل من حيث الأصل العام لها أو الحكم الأصلي لها. فبالتالي الأصل أنه لا يولى، الأصل أن الغير البالغ لا يولى ولا يتولى يعني إمارة المسلمين. ثم قال إسلامه بلوغه الحرية، فالحرية هي أيضا من الشروط التي تشترط في الحاكم حتى يتولى إمارة أو إمامة المسلمين أو خلافة المسلمين، لأن العبد المملوك لا يملك نفسه أصلا ولا يملك أمر نفسه، هو ملك لسيده، والمال الذي يدخل إليه يكون ملكا لسيده، فكيف يكون عبدا مملوكا ويتولى أمور المسلمين؟ بل هو أصلا ليس ملك نفسه ووقته ليس ملك لنفسه، لكن إذا حرر صار حرا مثله مثل باقي الأحرار المسلمين فيجوز حينئذ تولي، لكن حال كونه يعني عبدا لا يصح توليه لأنه أصلا وقته ونفسه ليست ملكا له، إنما هي ملك لسيده. وطبعا الآن ليس لا يوجد رق، وإن شاء الله لنا كلام عن مسألة الرق هذه في الإسلام والشبهات التي تعرض يعني على هذه المسألة، رغم أن يعني قضايا الرق في الإسلام وتعامل الإسلام مع قضية الرق عندما جاء ووجدها يعني نستطيع أن نقول أنها مفخرة من مفاخر الإسلام، لكنها إذا نظر لها بشمول وعموم ونظرة متأنية يعني تستطيع أن تقول أن هذا من مفاخر الإسلام وتقطع ألسن الخصوم، لكن طبعا هم يستقطعون وينظرون يعني نظرات ضيقة، ولذلك يعني يكثر الشبهات الآن في هذه القضية، قضية الرق وما يتعلق به في الإسلام. فالحرية يعني هذا شرط من شروط التولي. كذلك الشرط الرابع قال وعقله ذكورة عدالته، العقل فهذا أيضا شرط في التكليف وشرط في الإمامة وشرط في الخلافة وشرط، يعني العقل لا يصح من مجنون جنون مطبق بحيث أنه يعني طول الوقت مجنون لا يصح تولي، وأما إذا يعني كان يعني جنونه يأتي في فترة ويذهب ونحو ذلك فهذا من موقع في الخلاف ولا نكتب به التفصيل الآن أو التطويل. يعني قال ذكورة، وهذا أيضا من الشروط المجمع عليها،
يعني هذا من الشروط المجمع عليها. يكثر أيضا الكلام يعني التلبيس على الناس في هذه القضية. الآن يا إخوة، هذه الأحكام الشرعية لابد أن نضع قاعدة للمسلمين الأول. الآن أولا، يعني لأننا الآن المفروض أن أنا أتكلم مع طلاب علم، وأن يعني هذه الشروح هي موجهة لطلاب العلم أولا، ليست للمخالفين. فنضع قاعدة أولا أمام أعيننا حتى نكون على فقه في الشريعة، وحتى نعرف كي ما هي الأمور التي نتكلم فيها. هذه الأحكام الشرعية أحكام جعلية، بمعنى أن الله جعلها هكذا. الله عز وجل هو الذي جعل. فالله عز وجل مثلا لو عكس وجعل الإمامة هي فقط للنساء وليست للرجال، لكلنا سمعنا وأطعنا. فهي أمر جعلي، يعني أنا مش هقول لن أقول لله عز وجل لماذا جعلت الإمامة في الذكور دون الإناث. يعني هو في النهاية الله الذي خلقنا، الله الذي يعني أحيانا ويميتنا، الله عز وجل الذي جعل لنا ما في الأرض جميعا، الله عز وجل هو الذي أنعم علينا بكل هذه النعم، وهو الذي حكم بهذا الحكم. فالإسلام يبنى على التسليم، وهذه أمور جعلية لا تقابل بالرأي والعقل، لأن الله عز وجل جعلها هكذا. وإنما البحث يكون في ماذا؟ هل صح فعلا في الإسلام أنه يعني جعل الحكم والإمامة فقط للرجال دون النساء؟ هذا هو السؤال الذي لابد أن يتوجه. فتنظر في الأحكام، وتنظر في الأدلة، وتنظر في اختلافات العلماء أو أقوال العلماء، لتعلم هل هو من الأمور المجمع عليها أو المختلف فيها، وهل يعني في أدلة أو ليس في أدلة ونحو ذلك. فالآن هذا من الشروط المجمع عليها. وطبعا الإجماع كما هو معروف في أصول الفقه أنه من الأمور التي يعني مقطوع بها، لا تناقش حتى إذا تحققنا من وجود الإجماع، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. فهل ممكن يعني علماء المسلمين جميعا في جميع الأقطار والأمصار الإسلامية في زمن ما يجمعون على شيء، ثم تأتي أنت الآن تقول أنه خطأ؟ هذا لا يحدث ولا يكون. فبالتالي هذا أمر مجمع عليه، أن الإمامة والإمارة والحكم يكون يعني الذكور دون الإناث. لكن هذا طبعا نحن نتكلم الآن عن الخلافة العليا، سواء كانت عامة على جميع الأرض أو على مصر عند من قال ب يعني تعددها، بجواز التعدد. المهم أن يكون هو الذي يحكم حكما مطلقا على هذا المكان، ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه البلد تخضع لحكمه، ليس هناك حاكم من البشر فوقه. هذا هو الذي نتكلم فيه. أما الأشياء الصغيرة أو يعني مثلا بعض الولايات الصغرى التي تخضع له وتكون تحت إمرته وحكمه، ممكن هذه يناقش فيها من ناحية هل يجوز أو لا يجوز يعني تولي النساء فيها. طبعا من الأحاديث التي يستدل بها على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا هذا إخبار، وكان في قضية معينة يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كسرى عندما دعا عليهم، فقال: مزق الله ملكهم، عندما يعني مزقوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم بتولي امرأة عليهم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهي قضية عين، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قوله يعني له عموم، أيضا له عموم، وإن كان بعض العلماء يعني نزع في مسألة عمومه وقال أنه لا ممكن أن تتولى امرأة ولا يعني يحدث هذا الأمر، وأن هذا من القضايا الأعيان عموما. ويستدلون أيضا بقضية يعني الذين يخالفون في هذا ويقولون لا ممكن أن يحدث هذا، يستدلون ببلقيس التي تولت وحكمت وكان يعني لها دولتها ونحو ذلك، ويستدلون أنها فلحت يعني وصار لها حكم وعندها شورى وعندها مؤسسات وكذا وكذا وكذا. لكن أي خسران أعظم من أنها عبدتهم للشمس؟ يعني أي خسران أعظم من كونهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله عز وجل؟ فقضايا الفلاح والخسران لا ينبغي أن تقاس فقط بأمور الدنيا، يعني لا ننظر لها من نظرة ضيقة فقط أنها في أمور الدنيا أفلحت وأصلحت أحوالهم ثم ماذا؟ ثم عبدتهم للشمس. فيعني لا نعلم في التاريخ أن هناك دولة راشدة صالحة بمعنى الصلاح الكامل، الصلاح العام من ناحية الدنيا والدين، يعني قامت عليها امرأة وأصلحتها بهذا المعنى. لا نعلم هذا في التاريخ. وعموما فالأمر مجمع عليه، يعني الأمر مجمع عليه أن الذكور شرط لتولي الخلافة أو الإمامة. ثم قال: عدالة العدالة، شرط العدالة. وطبعا نحن تكلمنا في العدالة يعني أكثر من مرة في مسألة أو شروح المصطلح، مصطلح الحديث، لأنه اشترط في الرواية أيضا. وقلنا أن العدالة هي صفة أو ملكة تدفع صاحبها على يعني ملازمة التقوى والمروءة. ملازمة التقوى والمروءة، التقوى بأن يجتنب المحرمات والكبائر
لا سيما الكبائر، ويعني يلتزم المروءة ويفعل الواجبات. التقوى أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والمروءة أن يلتزم الأخلاق الحميدة، يعني ملكة تدفعه إلى التزام الأخلاق الحميدة والأخلاق الكريمة والبعد عن الفحش والتفحش. فهذه العدالة مشترطة في الإمام في التولي، في وهذا شرط لصحة التولي، هذا شرط لصحة التولي. فنحن قلنا العقل هذا شرط لصحة التولي، وهو شرط أيضا للاستمرار. العقل شرط للاستمرار، لأنه لو جن جنونا مطبقا فهذا ينعزل بمجرد ذلك. الذكورة طبعا لن ينقلب، يعني بعد أن يكون ذكرا لن ينقلب إلى أنثى، فهذا شرط في التولي ولا يعقل أن يعني يتحول بعد ذلك إلا على الأشياء التي تحدث الآن في هذه العصور التي يعني وصلنا فيها إلى هذا التخلف الذي نراه. لكن عموما في الطبيعي أن هذا الذكر لن يتحول. عدالة، العدالة نعم ممكن تتغير، ممكن تتغير فتعقل فيها التغير، فهذا شرط صحاد في الابتداء. وهل هو شرط في الاستمرار أو لا على تفصيل، وسيأتي الكلام في ما ينعزل به الإمام في آخر المنظومة. أن العدالة شرط في التولي، لكن هل هي شرط؟ يعني هل لو فسق، احنا نتكلم الآن عن الردة، هذه تكلمنا عنها في الإسلام، في شرط الإسلام أنه شرط في الابتداء وشرط في الاستمرار. فلو كفر خلاص انتهى الأمر، لكن مسألة لو فسق، لو انتفت العدالة فقط ولم ينتفي الإسلام، فهذه التي فيها خلاف كثير بين العلماء، هل ينعزل أو لا ينعزل، هل يعزل أو لا، هل إذا كان يعزل إذا كان عليه قدرة، يعني إذا كان يعني المسلمون يقدرون على عزله بدون أن تحدث يعني إشكالات ولم تحدث يعني مصائب عظمى للمسلمين ولم تسفك الدماء، أو يعني ينظرون إلى المصالح والمفاسد أو لا. يعني هذه الأمور كلها ممكن نبحثها في عند الكلام على مسألة خلع الإمام. نعم، من الأدلة التي يستدل بها على شرط العدالة، قال تعالى قال إني جعلك للناس إماما، إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي، يعني يطلب أيضا الإمامة للذرية لذريته. فقال لا، قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، فيعني نفى أن يعطي الله سبحانه وتعالى الإمامة لأهل الظلم وأهل الفسق وأهل الفساد. تمام، فهذا هو شرط أيضا من شروط التولي. الشرط الرابع أو عفوا الشرط السابع، الاجتهاد، أن يكون مجتهدا. وهذا الشرط يعني حصل في نوع من الاختلاف بين العلماء في حقيقة هذا الاجتهاد المشروط، يعني ما هو قدر الاجتهاد المشروط. يعني بعضهم كالإمام الجويني مثلا يقول فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ المجتهدين مستجمعا لصفات المفتين، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف. وهذا أمر يعني يكاد يكون حكاية الإجماع فيه أو لم يؤثر فيه خلاف، هذا أمر غريب، لأن أصلا تولى من هو دون ذلك بكثير جدا في عهد الصحابة. يعني في عهد الصحابة بعد يعني انتهاء الخلافة الراشدة وانتهاء أيضا ملك معاوية، تولى من هو أدنى من هذه المرتبة بمراحل كبيرة جدا، وكان الصحابة موجودون وبايعوهم. يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا، هؤلاء الصحابة الذين كانوا موجودين وأيضا التابعين الذين كانوا موجودين من أكابر وأئمة التابعين بايعوهم على تلك الخلافة. فهل فكون الجويني يقول لا يؤثر في اشتراط ذلك خلاف، هذا أمر يعني غريب، لأن الآن أصلا ممكن لا نجد هذا المجتهد. نحن الآن يعني من قرون طويلة العلماء يقولون أن عصر الاجتهاد المطلق، ولأن هو الآن يبلغ يقول بالغا مبلغ المجتهدين، يقولون أصلا أن عصر الاجتهاد انقضى وأنه لا يؤثر الآن في هذه العصور المتأخرة يعني لا يؤثر مجتهدين. فبالتالي الأمر يعني فيه نظر، الأمر فيه نظر، لكن هل يجب عليه بعض هذا، نستطيع أن نقول أنه يجب عليه بعض العلم الاجتهادي أو بعض العلم الذي يكون شرط لهذا التولي؟ نعم، هو يشترط طبعا، هو كمسلم أصلا يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية الواجبة على كل مسلم فيما يتعلق به من أحكام واجبة عليه، يعني ككونه يتصدر لهذه الإمامة وهذه الإمارة يجب عليه أن يتعلم الأحكام الخاصة بهذا الحكم وهذه الإمارة حتى يحكم فيها بأمر الله عز وجل. كما يقول العلماء يعني كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، كل شيء يجب سيجب عليك العلم به أنت قبل أن يجب عليك، لابد أن تتعلم أحكامه حتى تقوم به فيه بأمر الله عز وجل. فيجب عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية، بالحكم بين الناس، بمسائل التقاضي، يعني ما سيتولاه بنفسه يتعلمه، وما سيتولاه بالنيابة يعرف كفاءات الناس ويعرف كيف يختار الأكفأ والأحسن والأفضل،
لأن هذا أيضا من واجباته التي سنتكلم فيها، وهو اختيار الأكفاء وال يعني أصحاب الكفاءات في أماكنهم. فبالتالي هذا الذي نستطيع أن نقول أنه يجب عليه تعلمه. أما أن يكون مفتيا خاصة في العصور التي نعيش فيها، رئيس الدولة أو الحاكم أو الإمام لم يكن هو المفتي الذي يفتي الناس، ممكن هذا في عهد الخلافة الرشيدة كان الخليفة يقوم بكل هذه الأمور، فيقوم بالسياسة والحكم والتعليم والإفتاء والقضاء. لكن الآن يعني الأمور، ولكن إذا لم يجد هذا، يعني إذا لم يكن فيه هذه الأمور، فإنه يعني يستعين بهؤلاء، يستعين بالعلماء، يستعين بالمفتين، يستعين بالقضاء، يستعين بأهل الاجتهاد ونحو ذلك. هذا الذي يعني يوجد. وأيضا نحن قلنا أن الأمر متعلق أيضا بالقدرة والاستطاعة، فإذا نظرنا الآن لن نجد هذا يمكن متحقق في أحد. فلذلك الأمر يرجع في النهاية إلى من يوجد فيه أدنى هذه الدرجة. يعني إذا مثلا خيرنا بين اثنين، أحدهما عنده درجة ما من العلم في الاجتهاد والعلم بأحكام الشريعة وأحكام السياسة الشرعية ونحو ذلك، والثاني أقل منه في الدرجة أو ليس عنده، نختار طبعا الذي عنده شيء. فالأمر يعني يقدر بقدره ويختار الأفضل فالأفضل والأولى فالأولى. الكفاية وهو الشرط الثامن، قال والاجتهاد وكذا الكفايات والقرشيات كذا السلامة. الكفاية يقصدون بها الرأي والشجاعة، يقصدون بها الرأي والشجاعة، وأن يكون الشخص يعني عنده، يعني نستطيع أنه يعني نقول الآن باللهجة واللغة المعاصرة يعني عنده شخصية، يعني يستطيع أن يقود، عنده شخصية قيادية. وهذا أمر معتبر. نحن كمسلمين والإسلام لم يحثنا أبدا ولم يأمرنا أن نبحث عن الشخص التقي الزاهد الذي يعيش في مسجده ولا يعرف شيء عن أمور الحكم ولا السياسة، ولا يعني ليس عنده يعني ولا القيادة ولا الجهاد ولا سياسة الناس ولا نحو ذلك، ونأتي به نقول أنت الأورع والأفقه والأتقى والأتقى، تعالى تولى. لا، هذا لا يأمر به الإسلام ولا يرضاه. فبالتالي نحن نحتاج إلى الكفاءة في هذا المنصب، نحتاج إلى الشخصية القيادية في هذا المنصب، نحتاج إلى من عنده القدرة على القيادة. وهذا يستدل له طبعا بأدلة كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف. يعني رجل عنده ضعف في الجانب، يعني جانب الرأي والشخصية والإقدام والشجاعة مثلا. فقال له: يا أبا ذر، رغم أنه صحابي جليل، يا أبا ذر إنك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين. يعني لو اثنين لا تتأمر عليه، أنت عندك ضعف في هذه الناحية، لا تستطيع التأمر. كذلك مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا كان يقول للجيوش يعني استعينوا بالبراء بن مالك ولا تولوه. لماذا؟ لأنه كان عنده إقدام شديد، لكنه ليس عنده الحلم والرأي، حسن الرأي. فكان عنده إقدام ممكن أن يهلك به الجيش. ولذلك وجدناه مثلا في حرب اليمامة هو الذي يعني اقترب منهم أن يقذفوا به خلف الأبواب حتى يفتح لهم الباب، فدخل الحصن على مسيلمة ومعه وفتح الباب. في معركة يعني معركة تستر كذلك نفس الشيء، فعل نفس الشيء. يعني فكان عنده نوع من يعني نستطيع أن نقول، يعني لا نستطيع أن نقول عنه غشامة أو نحو ذلك، لكنه إقدام شديد، يعني هو يركض إلى الموت. فمثل هذا ممكن يهلك الجيوش التي معه لو كان قائدا عليها، ويهلك الأمة التي معه لو كان قائدا عليها. ولذلك عمر يقول لهم: استعينوا به لكن لا تستعملوه ولا تولوه. فبالتالي هذه هي المسألة، فلا بد أن يكون عنده من الحلم والشجاعة والرأي وحسن الرأي وحسن التدبير وحسن السياسة، يعني والكفاءة، يكون عنده ما يعلم به هذا. ولذلك الإمام الجويني يقول: توقد الرأي في عظائم الأمور، يعني يفسر هذا، يقول: توقد الرأي في عظائم الأمور والنظر في مغبات العواقب، عنده حسن معرفة لعواقب الأمور وما ستؤول إليه. وهذه الصفة ينتجها العقل ويهذبها التدرب في طريق التجارب. فهذا هو المقصود بالكفاية. أما الشرط التاسع وهو القرشية، وهذا طبعا أمر منصوص عليه، وهذا أيضا يعني مما أشرت إليه سابقا، أن هذه أمور جعلية يا إخوة، لا ينظر لها يعني لماذا، ونظل نقول لماذا ولما، الله جعلها هكذا. فهذا من الأمور أيضا المنصوصة التي لا تقابل بالآراء ولا تقابل بالعقول. لماذا قريش؟ لماذا يكون من قريش؟ طب ما في غير قريش في أيضا أشخاص على معرفة وعلى عقول وأصحاب ذكاء وأصحاب معرفة وأصحاب قيادة. يا إخوة، الأمور لا تنظر هكذا، الأمور الشرعية تنظر بالتسليم، ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش.
لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. فاشترط هذا الشرط أيضا، وهذا الشرط تجده في أحاديث كثيرة جدا متعلقة بمسائل الطاعة لولاة الأمور، ما أقام الدين، وفي بعض الأحاديث ما أقام كتاب الله، ما أقام الصلاة، تجد يعني أدلة كثيرة فيها هذا الشرط يعني متوفر. وكذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ما بقي منهم اثنان طالما أنه متحقق فيهم هذه الشروط خلاص يتولى القرشي أو أولى من غيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. نعم. طبعا الإمام النووي نقل على هذا الإجماع، قال وعلى هذا عقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم من خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. وقال القاضي عياض اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، وقد احتج به أبو بكر وعمر طبعا في مسألة السقيفة، واحتج على الأنصار بذلك ورضي الأنصار ويعني نزلوا على حكمهم لذلك. ثم الشرط العاشر وهو السلامة، أي سلامة الأعضاء والحواس. لكن طبعا هذه يعني في بعض الأشياء التي تتعلق بالسلامة وسلامة الحواس اتفق عليها كالعمى مثلا، يعني لا يتولى الأعمى، وبعض الأشياء ممكن حصل فيها خلاف، هل يتولى مثلا الأبكم الأخرس، يعني في بعض الأشياء المتعلقة بالسلامة سلامة الأعضاء حصل فيها خلاف، وبعض الأشياء لم يحصل فيها خلاف بل اشترطت. نستطيع أن نقول أن الضابط العام لهذا أن العضو الذي يكون يعني له مدخلية في التأثير على حكمه وقيادته للأمة وللدولة، هذا نستطيع أن نقول أنه مما اشترط ولم يحصل فيه خلاف بشكل عام. العضو الذي لا نقول أنه هو فقده لكنه لا يؤثر على حكمه وعلى قضائه وعلى مباشرته لعمله ونحو ذلك، فهذا مما وقع فيه خلاف. يعني هل يشترط السلامة الكلية بحيث أنه يكون سليما في جسده وبدنه كلية، أم يشترط في بعض الأعضاء دون بعض؟ يعني نستطيع أن نقول الأمر بالضابط العام الذي ذكرناه. قال المواردي مثلا إن ذهاب البصر يمنع من عقد الإمامة واستدامتها. الآن جعل البصر عضو مشترط لصحة الابتداء وصحة الاستدامة، يمنع من عقد الإمامة واستدامتها. فإذا طلع بطلت الإمامة، يعني حتى إمامي أثناء الحكم تبطل إمامته، لأنه لما أبطل ولاية القضاء ومنع من جواز الشهادة فأولى أن يمنع من صحة الإمامة. نعم. وبهذا أن ننتهي من الشروط الواجب توفرها في الإمام أو الخليفة أو الحاكم أو أي كان، المهم أن يكون له إمامة عامة على المسلمين. نعم. بدأ يتكلم عن فصل آخر في واجبات الخليفة، ما هي الواجبات التي تجب للخليفة وما هي الحقوق التي تجب عليه. نحن عندنا قلنا لما تكلمنا عن موضوع هذا العلم قلنا أنه في الجملة السياسة الشرعية العليا تدور على هذه الثلاثة أشياء: الشروط الواجب توفرها في الخليفة أو الإمام أو الحاكم الذي يتولى ولاء عام على المسلمين، ويعني الأشياء التي تجب عليه والأشياء التي تجب له، الأمور التي تجب عليه والأمور التي تجب له. فهو قال هنا فصل في واجبات الخليفة وحقوقه، قال ويلزم السلطان حفظ الدين. بدأ يذكر الأشياء الواجبة عليه تجاه الأمة المسلمة، فقال طبعا ذكر 10 أشياء، وأكثر الذين يكتبون في هذا من أيام من أول الإمام الماوردي ثم مرورا بالجويني في غياث الأمم يذكرون هذه 10 أشياء، يذكرون هذه 10 أشياء، وأنا يعني لخصتها لعلي أذكرها. قال ويلزم السلطان حفظ الدين، يعني أن يحفظ دين الناس، يحفظ عليهم دينهم بإقامة الصلوات وإقامة الجمع وإقامة وتهيئة المساجد وإقامة العلماء الذين يقومون بتعليم الناس ونشر الإسلام بينهم ودفع الشبهات عنهم. حفظ الدين بما بكل معانيه، حفظ الدين كيف أي دين، هناك أشياء اختلف فيها، لا نقول حفظ الدين على ما أجمع عليه عند السلف، يعني الإطارات العامة للدين التي أجمع عليها عند السلف. أما الأمور التفصيلية التي ممكن أن يحدث فيها خلاف بين الفقهاء هذه تظل على خلافها وتظل دائرة بين العلماء وأهل العلم وطلبة العلم وبين المذاهب، هذا يعمل بهذا المذهب هذا يعمل بهذا المذهب، لا يحمل الناس على مذهب واحد. لكن الإطار العام للإسلام وللدين الإسلامي هو يحفظ دين الناس بإطار عام، حفظ الدين على ما أجمع عليه عند السلف، وهذا سنذكره الآن من كلام الماوردي والجويني وغيره. قال صيانة الثغور بالتحصين. الأمر الثاني أن يصون الثغور، الثغور هي الأماكن المتاخمة للأعداء
التي تكون يعني حدودها الفاصله بيننا بين الامه الاسلاميه وبين اعدائها مع المحاربين وغير ذلك، سواء كانت بحريه او بريه، يعني سواء بيننا وبينهم حدود بريه او حتى بيننا وبينهم بحر هم على الجانب الاخر منه. فيحصن هذه الثغور ويقيم المرابطين في هذه الاماكن الذين يحفظون ثغور الاسلام، واذا احتاج هذا المكان الى اسوار ونحو ذلك يقيم هذه الاسوار، يعني يقوم بتحصين هذه الاماكن حتى لا يعني يفجأ المسلمون، يفجأ احد من الاعداء المسلمين. قال إقامة الحد مع القضاء جباية الفيء مع العطاء. إقامة الحد أن يقيم الحدود والتعزيرات فيردع بذلك أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الجرائم والذين يعتدون على حرمات المسلمين ويعتدون على أموال المسلمين، فيجب عليها أن يقيم الحدود. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وهكذا جميع الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الله عز وجل في الآية المنسوخة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، الرجم وثابت بالإجماع. فكل الحدود التي جاءت بالشريعة نص عليها أو التعزيرات الأشياء التي ليس فيها حد معين لكنه يعاقب عليها، فهذا كله يتولى ويقوم به حتى يرضع أهل الجرائم عن جرائمهم ويمنع أهل الفساد من فسادهم ويدفع الشرور عن المسلمين، فيقيم الحدود، لأن الحدود روادع قبل أن تكون يعني عقاب على الفاعل. مع القضاء فيقيم القضاء سواء كان بنفسه، كان هذا أيام الخلفاء الراشدين يقوم بالقضاء بأنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس بنفسه، لكن طبعا اتسعت الرقعة الإسلامية وأيضا لم يعد الحكام يقومون بهذا الأمر، فيقيمون القضاء في أماكنهم وفي مواضعهم بما يكفي حاجة المسلمين، فيكون في كل مكان قضاء يكفون هذا المكان عند التقاضي والخصومات التي تقع بين المسلمين حتى يعني يرفع النزاعات عن المسلمين حتى لا يتقاتلوا. إذا لم يجدوا من يتقاضون إليه ويفصل بينهم في الخصومات يحصل التقاتل بين المسلمين والتعادي بين المسلمين. قال جباية الفيء مع العطاء، يجبي الفيء. الفيء طبعا ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، والآية الثانية وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره. فالذي الفيء بشكل عام يطلق على الأموال الداخلة لبيت المال المسلمين سواء كانت من الزكاة أو من يعني الجزية أو من أي دخل يدخل إلى بيت مال المسلمين، أو مثلا أصحاب الأموال الذين يموتون وليس لهم وارث فيرجع أموالهم لبيت مال المسلمين، أو يطلق على الفيء بالمعنى الخاص وهو الذي يعني فتحه الأراضي التي فتحها المسلمون بغير قتال، فيكون هذا فيء يعني أفاءه الله على المسلمين، وهذا له تفصيل في الفقه في باب الفيء والغنيمة. فبالتالي هذه الأموال التي تجبى وتدخل إلى بيت المال المسلمين يقوم على جمعها، فهو الذي يعني يجعل العمال يجمعون الزكاة ويحددونها ويتابعون الأمر ويجمعون هذه الأموال ويجمعون الجزية، إذا كان في جزية يأتون يعني يقومون بمسألة جمع أموال الورثة الذين ليس لهم وارث أو يعني الموتى الذين ليس لهم وارث أو نحو ذلك. فكل هذه الأموال تدخل إلى بيت مال المسلمين وهو أيضا المتولي أو من ينوب عنه، يعني ينيب الأشخاص الذين يتولوا أيضا تفريق هذه الأموال على أصحابها من المسلمين الفقراء المحتاجين، يعني حسب طبعا مصاريفها الشرعية لكل شيء من هذه الأموال يكون له مصرف شرعي. فمثلا الزكاة لها يعني ثمانية أنواع من المصارف الشرعية كما هو مبين في كتاب الزكاة، فهو الذي يقوم على ذلك من الجباية والأخذ والتفريق ويعني تقسيم هذه الأموال على المسلمين وعلى مصاريفها الشرعية. ثم قال مباشر مؤمن للسابري، مباشر أن يباشر الحكم بنفسه، لا, لا, لا ينهم هو ويترك أمور الدولة وأمور الأمة وهناك من ينوب عنه، إذن النائب هذا هو الحاكم، أين أنت؟ أنت غير موجود. فبالتالي هو يباشر الحكم بنفسه، نعم هو خاصة مع اتساع هذه الرقعة لا يستطيع أن يباشر كل شيء، لكن يباشر ما استطاع أن يباشره ويكون يعني مشرفا عاما على الأمور بحيث أنه يعلم خبايا الأمور ويعلم ما يحصل ويعلم من الذي ينيبه فيقوم بعمله على أحسن حال ومن الذي يخون الأمانة، فيعلم كل هذا ويكون عنده مباشرة للأمر فيباشر الأمر بنفسه. مؤمن للسابري فيؤمن طرق الناس وسبيل الناس الذين يسلكون السبل والطرقات، فيؤمن سبيل الحج وطرق الحج، خاصة في العصور الماضية يعني كانوا يحتاجون في تأمين سبل الحج وطرق الحج يعني جنود وأموال كثيرة، وأن يقوم الحاكم بهذا الأمر يعني على يعني استمرار، لأن كان يحصل لي يعني كانوا يسمون الذي يذهب الحج ذهب في يعني مفازة كأنه يعني سيذهب ولن يعود.
يعني كان الأمر شديدا في الماضي، فبالتالي هو يؤمن طرق الناس، ويدخل في هذا الآن تأمين الطرقات، تأمين الأماكن التي ممكن يعني أن يأتي منها السراق، ويأتي منها الذين يقطعون الطرق والسبل، ويؤمن القرى ويؤمن المدن، يعني يدخل في هذا كله تأمين أحوال الناس وأماكن الناس وبلدان الناس والأماكن الجانبية التي تحوط بالمدن والقرى ونحو ذلك، هذا كله يدخل في هذا، فينيب ويعني يقيم من يؤمن هذه الأشياء. كذلك مجاهد فيقوم بالجهاد، سواء كان جهاد دفع عن المسلمين فيحضر الجند والجيوش ويؤمن لهم الأموال والأسلحة، وسواء كان يعني جهاد دفع أو جهاد طلب إذا كان مشروعا. قال يختار خير عامله، فيجب عليه أيضا اختيار العمال الأكفاء في أماكنهم ومواضعهم، فيختار الأكفاء فالأكفاء، ويكون عالما بهذا، هو أصلا عنده هذا من اشتراط الكفاية الذي اشترطناه فيه، فيكون عنده حسن معرفة بالرجال وتولية من يستحق منهم في كل مكان بحسبه، فيولي الأكفأ فالأكفأ، يختاروا خير عامله، فيختار الأفضل والأحسن للناس والأصلح لهم في أحوالهم وشؤونهم. وداخل في واجب الأئمة تطبيقهم أحكام أهل الذمة، مما يدخل أيضا في مما يجب على الأئمة أن يطبقوا أحكام أهل الذمة، وهذا كتب فيه كتب كثيرة من أشهرها كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة، فيقيم الأحكام المتعلقة بأهل الذمة من الكتابيين وغيرهم الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، يعيشون في البلد المسلم، فإذا كان عليهم جزية مقابل حمايتهم ومقابل يعني ما يدفع عنهم من الشرور ومقابل يعني عيشهم في أرض المسلمين وتسهيل أمرهم ونحو ذلك، فيعني يجب منهم هذه الجزية، أو يقيم من يجب منهم هذه الجزية، ويقيم بينهم من يحكم بينهم، إما أن يحكم بينهم بالأحكام المتعلقة بهم، أو إذا رضوا بحكم المسلمين فيحكم فيهم بأحكام الشرع الإسلامي ونحو ذلك، فيعني يقيم أحكام أهل الذمة على ما هو مقرر في الكتب من يعني الأحكام المتعلقة بهم. فيقول مستأمن معاهد محارب لكل قسم حكمه مستصحب، يعني بعد أن ذكر أن هناك عندي من الكفار أو من أهل الكتاب، سواء كانوا كفارا أو يعني من أهل الكتاب أو من غيرهم، عندي الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام، هو قال أحكام أهل الذمة ثم قال مستأمن معاهد محارب، هذه الثلاث أقسام للكفار الأخرى، يعني أنا عندي الكفار أو غير المسلمين ينقسمون إلى هذه الأربع أقسام، إما أهل ذمة يعيشون بين ظهراني المسلمين ويكونوا من أهل ذمة هذه البلدة، ويعني هم في ذمة المسلمين وفي حراستهم وحمايتهم ويدفعون الجزية ويدينون لهم بالطاعة، وإما أن يكونوا مستأمنين يعني يعطون الأمان كالذين يدخلون مثلا للسياحة أو يدخلون كرسل أو الدبلوماسيين أو نحو ذلك، كل من يدخل بعهد أمان إلى الدولة المسلمة فإن هؤلاء مستأمنون لا يجوز الاعتداء عليهم ولا يعني الإضرار بهم. المعاهد أو المعاهد الذي يعاهد المسلمين دولة مثلا بيننا وبينه وبين المسلمين عهد أمان، كما كان أهل قريش مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة الحديبية، صلح الحديبية، ثم هم يعني غدروا به بعد ذلك بحوالي عامين، فبالتالي فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لكن لو 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 أتم لو أتموا عهدهم لا أتم له النبي صلى الله عليه وسلم مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فبالتالي الذي بينكم وبينه الذي بين المسلمين وبينه عهد من أهل من غير المسلمين فإنه يوفى لهم بعهدهم. والمحارب هو الذي ليس كذلك، يعني الذي يحارب المسلمين الذي بينه وبين المسلمين محاربة وقتال ومعاداة، هذا هو المحارب. كل واحد منهم له أقسام، ولذلك قال لكل قسم حكمه مستصحبه، يعني كل قسم من هذه الأقسام الأربعة له يعني حكم يعني له حكم أحكام متعلقة به تدرس في بابه، سواء كان من أهل الذمة أو المستأمنين أو المعاهدين أو المحاربين. طبعا أنا قلت أن ما غير ذلك هو المحارب، يعني هذا فيه تفصيل، لأن أنا ذكرت قبل ذلك أن ليس الكفر يعني وحده، يعني الإسلام لا يعادي الكافر لمجرد الكفر ولا يقتل الكافر لمجرد الكفر، فإذا لم يكن مثلا يعني إذا كان كافر مثلا في أرض ما ليس الأرض من أرض المسلمين، فليس هو ذمي ولا معاهد ولا مستأمن، ولكنه كافر يتعبد في غار ولا في أي يعني جانب أو نحو ذلك، هل يجوز للمسلم أن يقتله ويقول هذا ليس من الأقسام الثلاثة الأولى فإذا هو محارب من القسم الرابع؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لا نستطيع للمسلم أن نقول اذهب فاقتله. ممكن تسميه محارب تنزلا أو مجازا، يعني طالما أنك لم ترتب عليه هذا الأمر بأنك تذهب تقتله،
ممكن لا إشكال، يعني في النهاية سيكون النزاع لفظي، لكن هل يجوز لك قتاله على هذه الحالة؟ هو لا يقاتلك ولا يحارب لمجرد الكفر؟ لا، هذا الإسلام لا يفعله، الإسلام لا يفعله. الإسلام لا يقتل الأبرياء، لا يقتل النساء التي لا يحاربن المسلمين، لا يقتل الأطفال وإن كانوا على دين أبائهم، لا يقتل الذين يتعبدون يعني لآلهتهم في يعني بيوت عبادتهم. لا يقتل، الإسلام لا يفعل هذا. الإسلام يقتل المحاربين الذين يحاربونه ويقاتل الذين يحاربونه فقط. هذا وجدناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدناه في عهد الخلفاء الراشدين، يعني بعد انتهاء النسخ وانتهاء الوحي وجدنا هذا، ووجدنا وصايا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأسامة بن زيد وغيره من الذين بعثهم إلى الأمصار، يعني في حروب الردة وفي الفتوحات في فارس وغيرها، وجدنا هذا متحقق، ووجدناه في عهد عمر وغيرهم من الخلفاء الراشدين. فبالتالي هذا أمر يعني يكاد يكون قطعي لا إشكال فيه. لكل قسم حكمه مستصحب. قال وليعملا بمرسل المصالح، وهذا يعني يمكن سيأتي أيضا الكلام عنه، هذا باب المصالح والمفاسد، عفوا باب المصالح المرسلة، هذا من الأدلة الشرعية التي تدرس بتوسع أكثر في باب أصول الفقه أو في علم أصول الفقه، هذا أحد الأدلة. والمقصود بالمصالح المرسلة التي أرسلها الشرع، يعني هي مصلحة وأرسلها الشرع بمعنى أنه لم يعين فيها حكما جزئيا. يعني عندنا المصالح تنقسم إلى ثلاث أقسام، هم عندما يبحثون هذا يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصالح الملغاة، يعني التي لغاها الشرع، كمثلا اكتساب المال من بيع الخمر، اكتساب المال من القمار أو الربا، هذا فيه منفعة لكنها منفعة ملغاة، هي مصلحة ملغاة، فما لغاه الشرع ملغي لا يعتبر ولا ينظر له، وما اعتبره الشرع يعني جعله مصلحة مشروعة كالبيع والشراء هذا يعتبر لا إشكال فيه لأنه جاء فيه دليل جزئي. أما ما كان من المصالح لم يأتي فيها أدلة جزئية بمعنى أن الشرع أرسلها، يعني جعلها من الأمور المرسلة التي تدخل في القواعد الكلية والأمور العامة، هذا خاضع لحكم يعني المسلمين، حكم حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين، فينظرون في الأصلح والأفضل والأولى ويفعلونه ويأمرون به، كالإشارات المرورية مثلا، هذا كله يدخل في باب المصالح المرسلة. يعني أنت الآن ليس هناك حكم شرعي يجعلك تقف عند الإشارة الحمراء أنه يحرم عليك المرور وكذا، لا، ليس هناك حكم شرعي جزئي، دليل شرعي جزئي، لكن لما كان هذا من مصالح المسلمين حتى لا يترتب على ذلك إيذاء المسلمين وقتل بعضهم بعضا في الطرقات، فيحرم ذلك على المسلم بعد أن جعل هذا قانون له لابد أن يلتزم، لابد أن يلتزم. وبالتالي إذا تعدى ذلك فأحدث يعني حادثا بسيارته بسبب أنه تعدى الإشارة الحمراء فقتل مسلما، يكون هذا متعديا ويكون يعني هو الذي فعل ذلك ويكون آثم محرم عليه أن يفعل ذلك لأنه أضر بالمسلمين، فبالتالي يجب عليه الالتزام بهذه الأحكام وهي من باب المصالح المرسلة. فالمصالح المرسلة هي الأمور العامة والأمور المرسلة التي أرسلها الشرع لم يعين فيها شيء وتخضع للاجتهاد والنظر وينظر في الأصلح، فالأصلح للمسلمين فيفعل. قال مؤخرا ما كان منها غير راجحي، أو مؤخرا ما كان غير راجحي، يعني عندما ننظر في المصالح طبعا عندنا قواعد المصالح والمفاسد كبيرة، الإطار العام لها أنه دائما يقدم أعظم المصلحتين ويعني يدرأ أعظم المفسدتين. عندما تتعرض مصلحتان فيفعل للمسلمين الأصلح وأعظم المصالح، تمام، أو يجمع بينها إذا استطاع، يعني الأولى أول شيء أن يجمع بين المصلحتين، فإذا كان تعارض بينها يفعل الأصلح والأعظم في المصلحة. طيب كذلك المفاسد، إذا استطاع أن يدرأ المفسدتين يفعل، فإذا لم يستطع وتعارضت المفسدتان يدرأ الأشد منهم والأقوى منهم في المفسدة ويفعل يرتكب أخف المفسدتين، وهكذا يعني دائما يعني يوازن بين المصالح والمفاسد فيفعل الأفضل للمسلمين والأصلح للمسلمين. فإذا تعارض مصلحة ومفسدة وتساوت فحينئذ يعمل بقاعدة يعني أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وحينها يعني يدرأ المفسدة، فبالتالي يعمل بهذا فيقول مؤخرا ما كان غير راجح. قال وليحسن تعاملا مع الأمم، يكون عنده حسن تعامل مع الأمم الأخرى ومع البلدان الأخرى عند في السياسة الخارجية، ويكون معبرا عن قوة هذه الأمة، معبرا عن شجاعتها، معبرا عن إقدامها، عنده حسن تصرف، لا يكون مخذولا ولا يكون ذليلا عندما يتعامل مع المخالفين للمسلمين أو المشركين أو الدول الأخرى أو الأمم الأخرى غير المسلمين، وإنما يكون عنده حسن سياسة، حسن تصرف معهم، لبق في التعامل، جيد في التفكير، حسن المظهر ونحو ذلك. ولذلك دائما كانوا يقنون بهذا، وأن من المستحب الإمام
عندما يتقابل مع غير المسلمين أن يكون في أبهة ويكون في حسن مظهر حتى يظهر عظمة المسلمين، يعني لا إشكال في هذا. قال في الحرب والسلم وعهد محترم، فيتعامل معهم بحسن التصرف سواء في الحرب، وإحنا قلنا أشرنا إلى هذا سابقا أن المسلمين يتعاملون بالأخلاق وبالأخلاق الإسلام وبأحكام الإسلام حتى في الحروب، فحتى إذا تعامل معهم في الحروب يعاملهم بأحكام وشرع الإسلام وأخلاق الإسلام وأدبيات الإسلام. فنحن لنا معارف ولنا أخلاق لابد أن نلتزمها في أدق الأشياء، والسلم سواء في الحرب أو في السلم، وعهد محترم يحترم العهود ويفي بالعهود. نحن عندنا من النفاق يعني عدم الوفاء بالعهد من النفاق، فالمسلمون لا يؤثر عنهم في تاريخهم كله أنهم يعني نقضوا العهود والمواثيق مع الأمم، بل يعني على طول الخط هم الذين ينقضون عهود المسلمين. فبالتالي يحترم العهود، يحترم المواثيق، يحترم طالما أنها يعني ليست مخالفة لشرع الله عز وجل. قال وحقه، بعد أن ذكر هذه الأشياء الواجبة على الإمام لرعيته ولدولته ولأمته، بدأ يذكر الحقوق التي تجب يعني له، الحقوق التي تجب له إذا فعل ذلك. وأنا أذكر لك الآن يعني اختصارا يعني من بعض كلام العلماء وتلخيص بعض كلام العلماء هذه العشرة أشياء التي أوجبوها على الحاكم أن يقوم بها تجاه الأمة الإسلامية. فقال فإذا استكمل شروط الإمام، يعني الشروط العشرة السابقة التي ذكرناها في شروط التوليه، وتولى أمر المسلمين، وجبت عليه عشرة أمور، وجبت عليه عشرة أمور: حفظ الدين على أصوله المجمع عليها عند السلف، حفظ الدين على أصوله المجمع عليها عند السلف. الأمر الثاني: تنفيذ الأحكام وقطع الخصومات، ينفذ الأحكام في المسلمين ويقطع الخصومات ويقيم من يقوم بذلك. حماية البيضة والذب عن الحوزة ليأمن الناس، فيحمي الناس في طرقاتهم، في أماكنهم، في مساجدهم، في بيوتهم ونحو ذلك. إقامة الحدود لتصار المحارم وتحفظ الحقوق، فيقيم الحدود بين المسلمين حتى يصون محارم المسلمين وأموال المسلمين ويحفظ حقوق المسلمين. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة لحفظ دار الإسلام أن يفجأهم العدو فيظهر عليهم، فيحفظ دار المسلمين ويسد الثغور بالمرابطين الذين يقومون على هذه الثغور. جهاد من عاند الإسلام حتى يسلم، يبقى جهاد من عاند الإسلام ومن حارب الإسلام ومن عاد الإسلام حتى يسلم لهم أو يدخل في الملة، يعني يستسلم لهم ويدفع، يكون خاضعا لهم ويدفع الجزية أو نحو ذلك، أو يدخل في الملة فيكون أخا للمسلمين. جباية الفيء والصدقة على الوجه المبين شرعا وصرف ذلك في الوجوه المستحقة شرعا، فيجمع الأموال. وطبعا كتبت في مسائل السياسة الشرعية خاصة في باب الأموال كتب كثير من يعني الكتب، ومن أوائل الكتب يعني أو من أوائل الموضوعات التي كتب فيها كتب في السياسة الشرعية هي كتب الأموال، يعني تجد كثيرا تحديد الأموال التي يجمعها الحاكم وكيف يفرقها. فهو يعني يقوم بجباية الفيء والصدقة على وجه المبين شرعا وصرف ذلك في الوجوه المستحقة شرعا. تقدير العطاء، العطاء الذي يعطى للمسلمين من بيت المال المستحق من بيت المال من غير صرف ولا تقصير، وأداؤه في وقته من غير تقديم ولا تأخير، وأداؤه في وقته من غير تقديم ولا تأخير. استكفاء الأمناء وتقليد الصلحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة، فيولي الأكفأ والأفضل والأحسن والأصلح في كل مكان حتى يعني تضبط الأعمال وتحمى الأموال وتحفظ الأموال أموال الناس. أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ويقوم بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على تفويض غيره كأنه منعزل عنهم ولا يعلم أصلا بما يحصل، هذا لا يجوز. فإن الناصح قد يغش، يعني ممكن يولي شخص ويعتبر الناصح فيظن أنه لن يغشه، لا، يقول فإن الناصح قد يغش والأمين قد يخون، كيف تأتمنهم هكذا وتتركهم هم يقومون بكل شيء ولا تعلم أنت عما يحصل شيء، هذا لا يجوز. قال وهذه يعني وهذه العشرة تحتاج إلى علم وقوة، وما تأدى للأمة من واجب عليه لها فقد وجب له عليهم حقان النصرة والطاعة، وجب له عليهم حقان النصرة والطاعة. ويعني هذه الواجبات التي تجب له يعني على الأمة يعني من حقوق الحاكم على الأمة والرعية، هذه ما نبدأ بها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.